تعليم اللي غادي تكون على 100,000 متابع في القناة. ف100,000 أبوني قلت غندير فيديو سبيسيال، أكيد أنا غتكون فيديو شكر لكل واحد كيتابعني في القناة، لكل واحد كيلايكي لي كيكومونتي لي كيتابعني كيدعمني كيتابعني حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن بزاف نتاع لي زابوني كيتبعوني في لي ريزو سوسيو كنهضروا تقريبا كل نهار في لي ميساج. ففكره ان 100,000 واحد القناه كتكبر و 100,000 واحد هكذاك فكره الصراحه كتخوف، لان رقم ماشي سهل. ابار انا غتكون فيديو شكر اكيد، ولكن فيديو من نوع اخر، لان هاد لا فيديو كنت مجدله. 100,000 ابوني اللي كيعرف انا بديت القناه نتاعي هادي عام، اكيد ان 100,000 ابوني كاين دي يوتيوبر اللي يقدروا يديروها في رقم اللي هو اقل، في 3 شهور، في 4 شهور، في 5 شهور، لان كيف ما كنقول ديما ان يوتيوب هي بورصه، يعني يقدر شي واحد يدير فيديو بالليل والنهار طلع له دير له البوز يزيدوا لي زابوني وخطره واحده تعرف. داكشي كنقول الصراحه الواحد ما يحقر حتى شي يوتيوبر كيف ما بغى يكون، لانها فريمون يوتيوب كتطلع وكتنزل. يعني كاين ناس اللي كيديروا 100,000 كيقول لك ما كنتش معول عليها ولا تفاجات ولا، انا 100,000 كانت هدف، هدف راسي ان في عام ولا في اقل من عام انني ندير 100,000 متابع وخدمت لها، يعني ماشي شي حاجه اللي تفاجات مي جاتني، بالعكس. داكشي علاش مي كنت عارفه بلي غادي نوصل هذا النهار وكنت كنخدم له، خديت واحد لي سكرين شوت تاع مجموعه تاع المراحل. علاش؟ ماشي فقط ليا، لان اكيد في واحد الجزء ديالي، لانني انا كنقول ديما بلي يوتيوب ولا ماشي يوتيوب ولا القرايه ولا شنو ما بغى يكون في هذه الدنيا، الواحد يقدر في لحظه في شنو ما كان كتحسي بشي حاجه ماشي هي نورمال كتبدل فيك. فملي كتشوفي واحد الارقام اللي صغيره فريمون بزاف، كتشوفي منين بديتي، كتشوفي شحال تمرتي، كتفكري كيبقاو ديما رجليك على الارض، وانا هذه اهم حاجه عندي، رجليك ملي كيكونوا على الارض كتقي ديما انت شنو ما اللي داير بك كيتبدل. وابارسا بغيتها صراحه كدافع بزاف نتاع الناس، لان اكثر لي كومونتير اللي كيكونوا تحت من الفيديو نتاع الناس اللي حتى هما كيبداو قناه، ولا نتاع الناس اللي كيقول لك انا يا حلمي ندير 1000 ابوني عاونوني واش غادي نديرها ولا لا، الناس اللي كتقول لك ما عرفتش شنو نوصل 10,000 ابوني دعموني. فالناس اللي عندها يمكن هدف ولكن محبطين كما كنقولوا، وهذا ما كينطبقش غير في يوتيوب، لان الاحلام ولا الاهداف كتختلف على حسب كل واحد وشنو داير في راسو. يعني كاين اللي باغي يوتيوب، كاين اللي باغي قرايه، كاين اللي باغي سفر، كاين اللي باغي خدمه، ولكن ديما كتكون الدرجه الاولى واعره. ونقدر نقول لكم باللي اكثر من يقدر يكون 25 ل 30 فيديو في القناه ما حطيتهمش في لاشين، لانني ما كنتش شايفه فيهم الكاليتي. اكيد ان الكاليتي والجوده تاع لي فيديو كتختلف على حسب كل واحد وكيفاش كيشوفها، وداكشي حتى فوق كتلقوني كنتعطل وداكشي كامل. يعني مين كنفكر في هادشي كامل، مين كنفكر انني بديت القناه، وهذه ديما كنقولها لان بزاف تاع البنات كيقولوا لي ما عندناش الماكياج بزاف، ما عندناش لي برودوي، ما عندناش الفلوس، ما عندناش كيفاش يعني كيفاش نشري كاميرا، كيفاش داكشي كامل. ونهار اللي بديت حتى انايا ما كانش عندي الماكياج، يعني غير في هذه عام كان عندي فون دو طون بودغ بلوش، يعني فريمون حاجه ملي كنحتاج. ولكن دي فوا كيكون تخدمي شويه مخك باش انك تبرزي داكشي بطريقه اللي هي مختلفه في مكياج اللي كتحسي بلي ما كاينش غير دوك المنتوجات، كتقدري تخدمي بهم، كتقدري انك ديري دي فيديو مختلفين ما كيرتاكسوش فقط على المكياج ولا على لي برودوي. انا ديما كنقول انا لاشين ديالي كانت زعامه الصراحه، هادشي اللي كنشوفو تاع مواقع التواصل الاجتماعي وهذا كان خوف، يعني كيف يعني غادي تحطي في دي فيديو راك عارفه شنو كيوقع دابا وهذا، يعني كان شويه تاع الخوف نتاع العائله. يعني ماما بصراحه في الاول يعني فكره انها تدخل لها راس باش تدخل لها، وخصك تبقاي انت تزيري ديك الحاجه اللي بغيتي وتبتسمي بلي لا غادي تنجح. داكشي علاش في الفيديو ديالي الصراحه كنعطي شي حاجه اللي كنحس فريمون فيها قيمه، لان خصني نثبت بلي خصني نديرها، وديجا ما كانوش يعني دي يوتيوبرز وجديات وداكشي كامل، فكان الموضوع شويه حساس على كيفاش غادي تبداي وتثبتي راسك. عندي واحد السكرين نوريه لكم، كانت عندي القناه 999 ابوني، دابا كنشوف شحال بزاف كيكومونطيو بغاو يوصلوا 1000 بغاو يوصلوا 10000، فهاد كان عندي 999 ابوني، وعندي سكرين تاع 999، عندي سكرين تاع 1000، وعندي حتى واحد البوست مازال داير له سكرين كان عندي 2000 ابوني. دات 2000 ابوني يمكن كانت فات شهر ولا شهرين، حسيت بشكل يعني 2000 ابوني كانت شي حاجه، وحسيت بحال اللي كبرت القناه، حسيت وكنت كتبت واحد البوست في فيسبوك وكانوا دي زابوني من الاولى اللي كيتبعوني راهم شايفينها. كاين بزاف تاع الناس عندهم يعني بحال عندهم 2000 ابوني ولا يلا بداو في شي حاجه باغينها، كيجيهم الرقم عادي، ولكن كيجيهم يعني كيقول واش نوصل بالعكس بغيتي شي حاجه خدميها قولي غادي نديرها. حيت انا ملي بديت كنت قلت غادي نديرو، الدليل انني كنت كنسكرين كنقول غير فقط غادي نوصل. انا في سناب شات كان عندي جوج نتاع لي فيو، عندي سكرين تاع جوج نتاع لي فيو، 3 نتاع لي فيو، 4 نتاع لي فيو، 10 نتاع لي فيو، يعني انا كانت شي حاجه اللي خدمتها بزاف، يعني في جميع النواحي. يعني كنت انني اسس قناه
انني ندير كاليتي وسورتو ان الماتيريال هنا في وجده صراحه ما لقيتوش بزاف. انا كنقلب ولقيتو لقيتو في 4 تاع الثمن تاع العادي اللي كيتباع زعما في مدن اخرى. وزيد لها ان ما كتكونيش يعني كتكوني مختلفه عليهم لان داكشي اللي كيطلع حتى في اللهجه تاعي زعما وجديه وليك بالعكس يعني عمرها ما كانت شي حاجه اللي خايبه بالعكس. الناس كتعجبهم اللهجه كتعجبهم اللي كنهضر كيقولوا لي درنا هذا الفيديو ورينا كلمات وانا يا زعما هذه حاجه كتشرفني بالعكس حيت انا سوسيه كيجوني بزاف تاع التعليقات انا سوسيه بنت سوس ولكن كما كنقولوا كاين الماي اللي ولدت وكاين الماي اللي رباط صافي انا كتبقى ديك ممكن كما كنقولوا البيولوجيه ولكن اللي رباط كتبقى بوحدها بشكل وانا اللي كبرت هنايا وزديت هنايا وقريت هنايا فكل شيء انا زعما وجد عندي شي حاجه اللي عزيز عليا بزاف كنلقى فيها راحتي حتى في شخصيتي كتناسبني فبالعكس يعني كان شي حاجه اللي كتعجبني وكنفرح باسمي كي انا عمري ما لاحظت زعما الفرق في النطق يعني في اللهجه ولا في الاكسون ما كيبانليش ولكن هما اللي كيقول لك لا غير كيكتبوا في الكومونتير انت وجديه فبالعكس كتعجبني شي حاجه. هذه شحال كنت ملي كنحط شي فيديو كانت اول مره كنعقد كان عندي 20 لايك 50 لايك يعني كتجي كيو 50 واحد لايك عليك. اول فيديو درت فيها 100 لايك كان عاقل عليها كانت فيديو تاع اول مشترياتي. اليوم ملي كنشوف كنحط فيديو حطيتها يعني ميم با دقيقه الناس يعني فيديو مثلا فيه 10 تاع دقائق مثلا ما شافوهاش اصلا كلايكي وكي كومونتي كتقي يعني في دقيقه ولا في 5 دقائق تلقاي 100 لايك وانا 100 لايك مثلا نقولوا تسنيت على 5 شهور باش درت 100 لايك في فيديو اول فيديو ديالي يعني. فهادشي اللي كيفرح ملي كتشوف 1000 لايك 3000 لايك فيديو عندي فيها 15000 لايك على فيديو كنت كتقولي واه انا خدمت باش نوصل لهذا النهار خدمت باش نكون عندي هذا الشيء خدمت بغا يعني ماشي شي حاجه اللي جاتني هكذا ولا نعست وفقت ولقيتها انا تمرت لها يعني يستاهلها 100% ولكن ملي كتقولي راك كتقولي او عاوتاني خدمت لها ولكن واش تستوعبيها هذه هي الحاله لان الرقم تخيل معايا 15000 واحد ماشي غير تفرج يثبت الحضور ديالو. 100000 ابوني في يوتيوب كل واحد كاين اللي كيشوفها كاين اللي كيشوف شي حاجه بغا كبيره بزاف كاين اللي كيشوف شي حاجه عاديه كاين اللي بغا اصلا ما فهمش شنو هو الموضوع ما كيهموش ولكن انا بالنسبه ليا كانت شي حاجه اللي مهمه وكان عيني فيها ودرتها تمرت فيها بكل معنى الكلمه. وكيجي الناس كيقول لك واه شت مرتي في الفيديو راه 100 فيديو في لاشين و100 فيديو باش كتصور وكتحط ومونتاج وداكشي كامل لان غير هكا انا كنت قبل ما ندير اليوتيوب كيبان لي هكاك ولكن فريمون راه مجهود انك ديري 100 فيديو تكوني فريمون حاضره باضافه انك تجري مجموعه تاع لي ريزو سوسيو وكيكونوا عندك اقتراحات او ميطو كتخدمي الحوايج دو كوتي وحياتك كاينه الشخصيه وفي نفس الوقت قرايه وداكشي كامل ماشي سهله لان مجهود كما اول حاجه كيكون نفسي صح اكثر لان كتوصلي واحد المرحله كتحط راسك هكا كتبقى تقول واش نبدا واش ندير لان فريمون ستريس بمعنى الكلمه. مي هنا في لا فيديو اول حاجه عندي اون بيرسون فريمون بغيت نشكرها بزاف 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 هي قبل ما اصلا اني انا تف يعني ماما ولا خويا من دات لاشين كانوا كي يعني واخا ديري غادي نعاونوك مي قبل اصلا ما نوصل ولا تبان بلي عندي شي حاجه في هاد لاشين بغي نحطها كانت فريمون كدعمني بزاف بغيت نقولها ميرسي بزاف لان النص الكبير من اللي راني كنوصل له اليوم ولا النص الكبير من اللي راني مازال في الجهد باش اني كنكمل بفضلها الصراحه وديك اللي كيكون بنادم تي باغي يدير شي حاجه وديجا هو متوقع لك النجاح قبل اصلا ما بديت لان كيشوفوا فيك شي حاله وزيد لعاد اختي ريم لان فريمون ريم تمرت معايا بكل معنى الكلمه. سينو بالنسبه للماما ماما لان ما عندها ما كتشوفنا في المونتاج لا في التصوير لا والو ولكن كيكون واحد التشجيع من اخر انا كتشوف لي فيديو ديالي كما كنحطهم كتقولي شنو عجبها شنو ما عجبهاش. سينو كيكون نوع اخر اللي هادو انواع اللي ابار ناس اللي كتشجعك واللي كيكون داك الشيء ديريكت كاين ناس اللي كتسناك على الغلطه فهادي كانت دوك الناس كاول حاجه بعدا اللي انت كتطلعي هما كيحطموك يعني بشنو ما كان بالهضره بالفعل باي حاجه يحاولوا ينقصوا منك فاللي كانت ليهم لان ما الا درت شي حاجه في راسي ما نوليش عليها الرول ولا بغيت ندير شي حاجه نديرها سبيسيال ولا مش حما كيتوقعك انك تفشلي في حياتك شحال ما غادي توصلي. بالنسبه لي انا كنقولها ديما هذه 1% من الحاجه اللي بغيت نديرها واكيد غادي ندير اكثر. حوايج اخرين صراحه اللي عجبوني بزاف اكثر حوايج ما كنساهمش شوفوا هما لي ميساج انا فاش خطرات كنبقى نقول تجيك شي وحده كتعطيك شي ميساج كتبقى تقولي شكون رباها فاش كابره بغيت نشوفها كي دايره واش ناكلها واش
واحد الميساج كيوصلوك شكو يعني كي درتي كتبتيه انت علاش ما كتعرفكش اصلا يعني الناس ما شافتكش ولكن من خلال هاد الشاشه هذه من خلال هادو هاد لي فيديو واو يعني هذيكم اكثر حاجه صح اللي كيعجبوني. وثاني حاجه هي داك ملي كنكون غادي نحط شي فيديو كنبقى نتسنى لي لايك نتسنى لي كومونتير نقرا لي كومونتير ونحط لا فيديو وعجبني اللي كيعلق لي على دي فوا انتقادات ولا كيعلقوا لي ماشي عارف على لا كاليتي ولا الجوده تحسنت ولا الجوده نقصت ولا الايمان هذه جاتك احسن اللي بغاو كتحسن الناس اللي كتهتم بلي ديطاي واخا انت قادره اللي كنا مركزين معاك شي حوايج الناس دايره بك حيت انا كنت نقول لكم هي ماشي ما عنديش عائله عندي لان واخا كاين تبارك الله ولكن فهمت لا فامي ما عنديش يعني ما كاينش ديك ما عنديش بزاف نتاع الناس اللي كنعرفهم في حياتي حتى في لا فامي حيت ما كاينش الناس اللي دايره فيك اللي عزاز عليك اللي عزاز عليهم حنايا ديجا قلال يعني في عائلتنا عائلتنا قلال فما كنعرفش بزاف نتاع الناس وكنت فرحت ما كنلقى غير بحال اللي كتعرفي الناس ف هذيك اللي زعما ديك الناس اللي دايره بيك وكتحسي بلي الشعور متبادل. ففي 100,000 ابوني اكيد شكرا لكل واحد وما درت بزاف ولكن فريمون يعني كاين شي ناس اللي ما كتجي عادي ما تدخلوا ابوني ولايك وداكشي الناس اللي كتلايكي لك بحال شي حد كيقول لك وصلتني المجهود بلا ديريكت. فشكرا لكم بزاف على لي لايك تاعكم على التعليق تاعكم على الميساج تاعكم المتابعة تاعكم في الريزو سوسيو لان الناس ماشي كتكتفي انها تشوفك في يوتيوب ولكن كتمشي كتب في بلاصه اخرى كتكومونتي لك تما كتصيفط لي ميساج. شكرا لكم لان الناس عندهم يمكن عادي مي انا يوتيوب في حياتي تاع اليوم لا تاع الدار اسئله تجزا سواء كنت غادي نريدها ولا ما كنتش نريدها ولا غادي شي نهار ضروري يوتيوب باش يكمل ماشي حاجه اللي احتاجيتها في واحد لابارتي في حياتي درت فيها اللي بغيت وحاجه اللي فريمون واش حاجه اللي بغيتها وخدمتها من قلبي وبينت فيها شحال اللي كنبغي نديرها ماشي غير راسي بزاف نتاع الناس من عناد يعني فريمون باسو خلطة مع عناد نتاع الناس اللي كتحطوك والناس اصلا اللي ما بغيتش تعاونك والناس اصلا اللي كتامنش بيك الحمد لله انا الواحد اللي كيتمم كيفاش خدمته باطلو فيديو صراحه من النوع نتاع حيت انا يمكن بحال بزاف تاع البنات اللي بغاو يبداو شي حاجه بدون درايه لان انا بحالكم تعلمت ماشي كنسال بغيت نقول دوك الناس اللي كيبغيو يبداو وما عارفينش كيفاش ديروا الهدف وخدموا له لانني بحالكم يعني انا بديت ما عارفاش وباغيه ندير ديك الحاجه ماشي غير هكا كنضيع بها وقت فهذا كل واحد عنده شي حاجه في الراس يخدم لها خدموا وقولوا غادي نديروا من ديروا سبقا انا كتاخذ معكم شويه الوقت باش انك كتستوعبي وكتري الى ان دافون فريمون مي كنفكر شحال خدمت باش درت هذا النهار في خاطري شي الناس واحد 10 ايام ما نفاقش شكون عارف يمكن شي حد في خاطره شي حاجه يشوف هاد لا فيديو يعطيه الحماس اكثر انه يديرها لانني فريمون كيما قلت لكم بحالكم بحال دوك الناس اللي فريمون حاسه راسهم ما قاديش يبداو ما قاديش يديروا شي حاجه انا حتى حاجه ما كانت في صفي باش انني نبدا من جبل الماتيريال من نبدا والحمد لله اللي ما عندي 100,000 ابوني فوالا اكيد ان الرقم ان شاء الله غادي يكبر اكثر واكثر ونخدم اكثر بزاف ديال الحوايج اللي كيجوني عليهم انتقادات نخدم عليهم يا ربي يا مولانا ونحسن من جوده فيديوهاتي هذه اهم حاجه ونكمل ندير شي حاجه اللي انا باغيها يعني فريمون ديك كيموت واحد النهار طاقه سلبيه باغي نطردقها في شي حاجه طريقة إيجابية حسن ما تولي شي حاجة مشي هذه ففغيمو هذا اللي حاسة به وفرحانة اليوم بهذا الشيء وفوالا فرحانة ك بغيت حاجة وتحديت فيها وخدمت لها وصلت لها هذا هو بالنسبة لي 100,000 هذا هو الشعور اللي فرحني وأكيد كاين حوايج أخرين نديرهم ميرسي بزاف لكم معايا نشكر منا البعد بعيد غدا ما نوصلش ولكن نتمنى ان لا فيديو اللي كان فيها يكون وصلكم شنو بغيت نقول والشكر يكون وصلكم على حقه وطريقه نتمنى لكم التوفيق حتى نتوما شنو ما كديروا اي واحد عنده شي هدف بعيد على يوتيوب في يوتيوب شنو ما بغى يكون نتمنى لكم التوفيق والنجاح ويربي يحقق لكم كل حاجه في خاطركم وعام على عام يكون عندكم حسن يا ربي شكرا لكم مره اخرى غير شكرا بزاف لكم
انا ايمان من قناه نتاعي ريمان بيوتي. شكرا على الدعم تاعكم. اذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه نتاعي نسولكم تابونوا معنا، لايكيو لا فيديو، تابعوا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك سناب شات وانستغرام، وان شاء الله نلقاكم في فيديو اخرى يكون فيها انرجي اكثر، فيديو جديده كاليتي احسن. الانرجي هي اهم حاجه تكون فيها، باسكو فريمون انا بطبيعتي ملي كنشوفني في فيديو كنطير، يعني واش مطير كثر مطير، ولكن ملي كتكون ملي كنكون ملي كنبغي نهضر ولا شي حاجه مؤثره فيا كنبرد وكنهود الارض. فان شاء الله نلقاكم في فيديو اخرى تكون احسن، وجيسبر ان هاد لا فيديو تكون عجبتكم ونكون تقاسمت معكم فيها شي حاجه ديالي، وجيسبر توصلكم، وان شاء الله نلقاكم في فيديو اخرى. باي باي.